رفع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري أسمائيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بصدور المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري. كما نوه مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف بالدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع العقاري من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وقد أشاد سعادة رئيس مجلس الإدارة نيابة عن كافة أعضاء المجلس بما تلقاه المؤسسة من توجيه ودعم مستمر من قبل معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري منذ إنشائها وما وضعه معاليه من أسس لمساهمة المؤسسة في تطوير القطاع العقاري. وقد رحب سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف بأعضاء المجلس وأكد على أهمية مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال الاستثمار والتطوير العقاري. وأكد سعادته على أهمية دور المؤسسة في رفد الجهود الوطنية القائمة للتنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي كأحد القطاعات غير النفطية الهامة بالاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع قدم الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضا مفصلا عن آخر مستجدات عمل المؤسسة. هذا وناقش الاجتماع عددا من المواضيع واتخذ قرارا بتعيين سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزير الإسكان والتخطيط العمراني كنائب لرئيس مجلس الإدارة.